ديما النجاح والتقدم ونعطيه الشحنة والقوة العظمى للأمن التونسي اللي هو في حاجة للتونس. نتمنى له نجاح وربي يوفقهم وربي يوفق أعماله. الاقتصاد نتمنى كان ترجع لنا السياحة كما كانت قبل، هذه الحاجة الوحيدة خطرة هي اللي هز البلاد. من حاجات أخرين تنجم تتصلح، حاجات أخرين ما السياحة هذيك اللي خايفين منها طول. نتمنى أنا نقصونا شوية من مرشي، من قضية المرشي، على خاطر شهرية المواطن ما تكفيش ما بين مرشي وماء وذو وكري وصغار تقرأ، لا إله إلا الله ما تكفيش. من الشباب خدم، هذا أبسط حاجة، خدم هكا معناتها لهنا ما تضربش معناتها على ذراعك، ما يكلمك حد معناتها، ما يجري عليك حد.